ادعي كل وكل إنسان لم يحفظ يبدأ بالمشروع هذا. هند ذو 50 عاما استطاعت أن تكمل حفظ القرآن الكريم وهي في العقد الخامس من عمرها رغم انشغالها بتربية أولادها وأعمال البيت، إلا أن تلك الأشغال لم تكن عائقا أمام حفظها للقرآن، فتنظيم وقتها وترتيب أولوياتها كان السر الأساسي لحفظها للقرآن الكريم خلال 5 سنوات. سبحان الله، أول النية لعزمت النية ربي يسهل كل الأمور، ومع تنسيق الوقت يعني تنسيق الوقت في الحفظ وفي في مهامات البيت، يعني سبحان الله ربي ييسر كل الأمور. هند تم تكريمها لحفظها للقرآن الكريم ومعها 235 حافظا من النماذج القرآنية والمجازين بالقراءات العشر في الحفل الذي أقامته جمعية الفرقان الخيرية لتعليم القرآن الكريم بالتعاون مع الهيئة العالمية للكتاب والسنة بالمملكة العربية السعودية وجمعية الشيخ أحمد الدبوس الخيرية بدولة الكويت وفرع جامعة القرآن للدراسات الإسلامية بوادي حضرموت. ويأتي هذا التكريم تشجيعا لحفظ القرآن والتنافس فيه وإتقانه وفهم معانيه واستشعار دوره في تنوير المجتمع. ويعتبر منطقة حضرموت وخصوصا جمعية الفرقان نقلت المشروع نقلة نوعية وعملية في حقيقة الأثر والتأثير المباشر، وأنا صراحة سعيد في الحفل هذا. تعليم القرآن الكريم وإعداد النماذج القرآنية هي واحدة من أهداف جمعية الفرقان الذي امتد خيرها إلى محافظة المهرة، حيث تحتضن في حلقاتها أكثر من 3000 طالب وطالبة تتم رعايتهم والاهتمام بتربيتهم تربية صالحة من خلال برامج منهجية قابلة للقياس، وهو واحد من البرامج التي تستهدف الحفاظ بعد مرحلة الحفظ. وصلنا إلى محافظة المهرة وأنشأنا بعض الحلقات، وصلنا إلى الآن أصبحنا يعني نريد أن يكون من ضمن العمل العادي للجمعية عمل أكاديمي، ولهذا عملنا شراكات. أطلقت جمعية الفرقان لتعليم القرآن الكريم مجموعة من المشاريع القرآنية كمشروع الشفيع الذي يهدف إلى إيجاد الحافظ النموذج المتقن للقرآن والفهم لمعانيه والذي ينعكس على سلوكه في تعامله مع الآخرين. فهمي بارماده، قناة سهيل، سيئون.